أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل الانتهاء من تطوير 20 خدمة تقدمها الوزارة للأفراد والمؤسسات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتطوير 500 خدمة في 24 جهة حكومية. وأوضح حميدان بأن الوزارة عملت على تطوير تلك الخدمات بمختلف قطاعاتها بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات وتقليص المستندات المطلوبة لإتمام الخدمة بنسبة 50% وتقليل الخطوات المطلوبة لتقديم الخدمة الإلكترونية إلى 4 خطوات كحد أقصى وتقليل الوقت المستغرق لإتمام الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى، بالإضافة إلى التحول الإلكتروني لبعض الخدمات بنسبة 100% وتحسين واجهة المستخدم، وذلك لرفع جودة هذه الخدمات وتحسين تجربة العملاء بما يتسق مع برنامج الحكومة 2023-2026. وأكد سعادة وزير العمل التزام الحكومية الحثيث بتسهيل الإجراءات وتبسيطها بما يعزز جودة الخدمة الحكومية وكفاءتها، وبما يضمن إزالة أي عوائق قد تحول دون سلاسة وسهولة الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية، منوها بأن الوزارة مستمرة في تطوير خدماتها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات والعمل على الارتقاء بها لمستويات عالية من الكفاءة والجودة والتميز ترسيخا لمبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة.